السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية، الدراسة الصباحية في كلية العلوم جامعة الكوفة. لنا لقاء جديد يتجدد مع محاضرات التقانة الأحيائية للمرحلة الرابعة. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن تقنية الـ PCR، وراح نتحدث عن الـ Quantitative PCR، بمعنى نوع من أنواع الـ Real Time PCR. فإن شاء الله نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. Real Time PCR أو QPCR Technology Basics، بمعنى أنه أساسيات تقنية الـ Real Time PCR. The method of choice for nucleic acid DNA RNA quantification in all area of molecular biology is real-time PCR or quantitative PCR. عادة الوسائل التي تستخدم لغرض تقدير كمية الحمض النووي في مجالات الأحياء الجزيئي، نستخدم عادة تقنية real-time PCR أو نستخدم تقنية الـ Quantitative PCR. طيب شنو هذه الـ Real Time PCR؟ شنو الـ Quantitative PCR؟ هل يختلف عن المصطلح اللي درسناه بالمرحلة الثانية اللي هو الـ Conventional PCR؟ نتطرق للمحاضرة ونشوف شنو الفرق. The method's name derived from the fact that the amplification of DNA by polymerase chain reaction is monitored in real time. بمعنى انه الاسم قادم من التالي، الاسم هو real time PCR. real time، real معناه دوري، time معناه انه الوقت. فالاسم قادم مشتق من انه مونيتور، بمعنى مراقبة بشكل دوري كمية الدي ان اي الناتجة اثناء عملية التضاعف باستخدام جهاز البي سي ار. بمعنى انه احنا نعرف انه كل قطعه دي ان اي بالسايكل الاولى راح يصير بها امبليفيكيشن بالبي سي ار الى قطعتين، بالسايكل الثاني القطعتين راح تصير اربعه، بالسايكل الثالث الى اربعه راح تصير 16 وهكذا. طيب اللي يصير شنو انه في كل سايكل يمكن تقدير كميه الدي ان اي الناتجه. أعرف مثلاً بالسايكل الأولى هلقت كمية الـ DNA، بالسايكل الثاني زادت كمية الـ DNA، بالسايكل الثالث زادت بعد أكثر. فأكون يعني عادة تقنية الـ Real Time PCR توفر لي في الطريقة لمراقبة ازدياد كمية الـ PCR، كمية العفو الـ DNA بكل خطوة من خطوات الـ PCR، بكل ستيب من ستيبات الـ PCR. It is a quantitative method، معنى أنه هي طريقة لتقدير الكمية، زين، كمية الـ DNA. In contrast to conventional PCR، بالنسبة للـ PCR إحنا ما عندنا أي شيء. بالـ PCR العادي اللي هو الـ conventional PCR، اللي هو الجهاز اللي شفتوه بالمرحلة الثانية إذا تذكرون لما كنت أدرسكم عملي، كان عبارة عن جهاز وأخلي بيه تيوب، وبعدين لما أخلي بيه تيوب وأكثر كمية الـ DNA مباشرة أخذ هذا التيوب استخرج مادة الـ DNA وارحلها على الاجاروز، وبالتالي انا ما اعرف هل صار عندي اصلا تكاثر بالـ DNA، زادت عندي القطعة ما زادت، الا بعد ما ارحلها اليمن على الاجاروز واسوي لها ديتكشن بعد عملية الترحيل بالـ UV light. بينما الـ Real Time PCR لا، الـ Real Time PCR عبارة عن جهاز مربوط بكمبيوتر، والكمبيوتر السكرين مات الكمبيوتر تعطيني جراف في شكل مخطط بياني، وتوضح لي انه كميه الدي ان اي هل دعت تزداد بكل امبليفيكيشن، دع يزداد الكميه لا الى اخره. فلذلك اسمها جاي من الريال تايم. الريال تايم معناه انه المراقبه الدوريه لكميه البي سي ار الناتجه بشكل دوري. Apart from DNA, RNA can also be used as a template in case of gene expression studies or detection RNA viruses. عادة احنا عندنا بال conventional PCR لابد انه عندي شنو؟ عندي لابد انه DNA حتى اكثره. طيب على سبيل المثال الان احنا في وسط ازمة الكورونا فيروس،
والكورونا فيروس المادة الوراثية اللي موجودة بها هو RNA مو DNA. طيب شلون بالبي سي آر يسوون عملية ديتكشن؟ الآن اللي يصير إنه يروح المريض ياخذون سامبل سواب يدخلوه بأنف فم المريض، ثم بعد ذلك باستخدام يعني سوائل معينة هذا السواب يذوبوه بالماء أو العفو سوليوشن خاص، بفرات خاصة، ثم بعد ذلك من هذا السوليوشن يستخدموه كتيمبليت. طيب هو شلون يتكاثر؟ شلون يكثرون الـ RNA بالـ PCR؟ هل يجوز إنه الـ RNA أصلاً يختلف عن الـ DNA؟ مثل ما تعرفون إنه عادة عندنا بالـ PCR نستخدم إنزيم البوليمراز الـ DNA بوليمراز، والـ DNA بوليمراز هو الإنزيم اللي يقوم بتكثير قطع الـ DNA. طيب كيف يصير ديتكشن علماً للفيروس إذا كانت المادة الوراثية مالته هي RNA وليس DNA؟ اللي يصير أخوان هو إنه نستخدم إنزيم يسموه ريفرس ترانسكريبتيز اللي شرحنا عليه، تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقة بالجين ثيرابي. الريفرس ترانسكريبتيز يقوم بتحويل الDNA، العفو الRNA إلى DNA، أو بالأحرى يسموه cDNA بمعنى complementary DNA. وبعد ذلك قطعة الDNA الناتجة من تحويل الRNA إلى الDNA بواسطة هذا الإنزيم، قطعة الDNA يصمموا لها برايمرات ومن ثم يكثروها بالبي سي آر، ولكونه ريال تايم بي سي آر فبالتالي راح يشوفون البيك موجود لو ما موجود زين، يعني يظهر على شاشات الكمبيوتر، وبالتالي يصير ديتكشن زين إنه إذا صار تضاعف راح يطلع عندي بيك، إذا ما صار تضاعف ما راح يطلع عندي بيك، وبالتالي راح أعرف انه اكو فيروس لو ماكو فيروس. نفس الحال للجين اكسبريشن. الجين اكسبريشن لما اقول جين اكسبريشن التعبير الجيني اقصد به كميه الار ان اي الناتجه من الجين، لانه انت تعرفون الجين حتى يصير بروتين اول خطوه يصير به اكسبريشن اللي هو عمليه الترانسكريبشن اللي هي عمليه تحول الدي ان اي الى ار ان اي. In this case, the RNA needs to be reverse transcriptase into DNA before it's amplified with a real-time PCR. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه. There is a term of this combined method, real-time reverse transcription PCR. فإذا جاك هذا المصطلح اللي هو real-time، real-time هنا عندنا ال RT، هذا real-time، ولكونه quantitative real time reverse transcription PCR نسميه عادة RT-PCR أو نسميه QRT-PCR بمعنى أنه quantitative real time polymerase chain reaction for short. اللي يصير شنو؟ أنه إذا استخدمنا بتيوبة واحدة إنزيم الريفرس ترانسكريبتيز مباشرة، يعني التيست تيوب اللي آخذها أخلي بيها الـ RNA، أخلي بيها الـ Reverse Transcriptase، أخلي بيها باقي المكونات، ومباشرة ستيب واحدة راح يتحول لي الـ RNA إلى DNA، ثم الـ DNA يبدأ يتكاثر بدون ما أغير تيوبات، والجهاز نفسه راح يقيس لي رأساً نسبة التضاعف بالـ DNA زين، ويعطيني على السكرين على الشاشة مالت الكمبيوتر فد بيك معين زين، يشير لي إلى أنه أكو تضاعف، دا يصير تضاعف لو لا. فهذه العملية نسميها بهذه الحالة QRT-PCR. طيب how it's work، شلون يشتغل الـ PCR، شلون مبدأ العمل مالته؟ PCR is a method، هي عبارة عن عملية where DNA polymerase enzyme amplifies a short specific part of the template DNA amplicon in cycles. مثل ما حضراتكم كلكم تعرفوها هذه المعلومات لأنه أخذناها بالثانية، الـ DNA حتى يتضاعف يحتاج إلى DNA polymerase. DNA polymerase عبارة عن إنزيم، هذا الإنزيم يضاعف لي قطعة الـ DNA بوجود طبعاً البرايمرات وإلى آخره اللي تكلمنا عنها بالمحاضرات السابقة، بالمحاضرة المرحلة الثانية، واللي راح نتكلم عنها أيضاً بشكل دقيق بهذه المحاضرة، إنه البوليمريز العفو الـ DNA بوليمريز هو اللي مسؤول عن عملية تضاعف الـ DNA. ما طول أكو عندي برايمرات ترتبط بالتيمبليت مالتي اللي هو زين اللي هو نسميه الأمبليكون، فخلال رفع درجات الحرارة اللي راح نتكلم عنها الآن، تغيير درجات الحرارة بارتفاعها وانخفاضها زين، راح تتضاعف في كل سايكل، راح يتضاعف الدي ان اي وراح ينبني عندي كمية كبيرة جدا من أشرطة الدي ان اي.
In every cycle, في كل خطوة, the number of short specific section of DNA is doubled, leading to an exponential amplification of target. بكل خطوة من خطوات التضاعف الـ DNA راح يصير عندي تضاعف exponential. Exponential معناه أنه تضاعف ازديادي, خلينا نقول عليها زين. لمن؟ للتارجت. التارجت شنو معنى؟ التارجت إذا تذكرون لما صممنا بالمرحلة الثانية, لما اعطيتكم سيكونس بورقه وقلت لكم انه صمموا لها برايمرات معينه, تعرفون انتم قطعه الكروموسوم قطعه كبيره جدا, قد يصل طولها الى عشرات الالاف من النيوكليوتيدات. فبالتالي انا اذا اضاعف مثلا قطعه طولها 100 قاعده نيتروجينيه 100 بيس بيس, ايش اسوي؟ راح اصمم برايمر امامي وبرايمر خلفي, فورورد برايمر ريفرس برايمر, ومن ثم استخدم الدي ان اي بوليمريز وقواعد النيتروجينيه واضاعف الدي ان اي. زين, ان كيو بي سي ار اكزاكتلي ذا سيم بروسيجر. بالنسبه للكيو بي سي ار اللي هو الريال تايم بي سي ار اللي نستخدمه, او الكوانتيتيف بي سي ار, البروسيجر هو نفسه يتم. زين, الخطوه الاولى كل اللي يصير شنو هو الفرق ما بين الريال تايم بي سي ار والفرق ما بين البي سي ار الاعتيادي اللي نستخدمه بالجهاز الصغير. اللي يصير شنو؟ انه بالكيو بي سي ار exactly the same procedure happens but with two major differences. عندنا بس اختلافين اساسيتين. الاول, first, the amplified DNA is fluorescently labeled. الدي ان اي مالتنا اللي مكثري راح نليبله بشنو؟ بماده فلوريسنت. زين؟ مادة يعني تكون متألقة. والنقطة الثانية, الاختلاف الثاني, the amount of the fluorescence released during amplification is directly proportional to the amount of amplified DNA. طبعا اللي يصير شنو, جهاز الريال تايم بي سي ار اللي يصير انه لما انا ادخله يقيس لي كمية الدي ان اي بكل خطوة. زين, شلون يتم هذا الشيء؟ طبعا جهاز الريال تايم بي سي ار هو نوع من انواع السبكتروفوتوميتر ايضا, يعني جهاز مضياف ضوئي ايضا. فاللي يصير شنو؟ انه اني استخدم, قد اكون استخدم يا اما داي صبغه معينه. زين, هذه الصبغه اخليها ويا المكونات. تعرفون انتم بالمكونات مالت البي سي ار اخلي اول شيء دي ان اي تيمبليت. دي ان اي تيمبليت اللي هو القالب اللي اجيبه. يعني اذا نرجع هنا مثلا على الرسم, على سبيل المثال هاي قطعه الدي ان اي اللي انا اريد اكثرها. زين, هذه الان هي قطعه الدي ان اي اللي انا اكثرها. اول شيء اصمم لها برايمر, برايمر امامي برايمر خلفي. فاللي يصير شنو؟ انه بكل دوره هذه راح تتكاثر. زين, بكل دوره هذه راح تتكاثر. فاللي يصير شنو؟ انه البرايمر يبدي يبني هذا الشريط, وبعدين يبدي يبني هذا الشريط. زين, بهذا الشكل. زين, واخر شيء طبعا راح تتكثر لي. طبعا انتم تعرفون الخطوات, اول شيء دي ناتشوريشن, عندنا شريط الدي ان اي تمبليت يبدا درجه حراره 96 او اكثر. زين, راح نفتح الشريط بهذه الدرجه. بعد ذلك اكو برايمرات انا مصممهن, واحنا اخذنا هذه كيفيه عمليه تصميم البرايمرات بالمرحله الثانيه. زين, ولما اصمم برايمرات طبعا ديزين للشركه, شركه ديزلياهن, فالتيست تيوب مالتي يحوى على الدي ان اي تمبليت, يحوى على برايمرات, ويحوى على قواعد نيتروجينيه اللي هي الادينين ثايمين جوانين سيتوسين. فالخطوه الاولى بالدي ناتشوريشن راح يصير عندي شريطين, الخطوه الثانيه راح يجي البرايمر يرتبط, الخطوه الثالثه يصير اكستنشن يبدي البوليمريز يبني. بعد ذلك راح ترجع تنعاد دوره ال 96, فراح الشريط هذا ايضا ينفصل ويعيد للدوره وهكذا. اللي يصير شنو طلاب؟ انه بالريال تايم بي سي ار يستخدمون صبغه معينه. زين, طبعا هذه النتيجه النهائيه راح تصير انه عندنا شريطين, الشريط الاول الشريط الثاني, وراح يتكاثر. فمن شريط واحد الى الدوره الرابعه او الثالثه, 1 2 3 4 5 6 7 8. زين, وهكذا. بالنسبه للريال تايم بي سي ار, بالريال تايم بي سي ار نستخدم بالتيست تيوب هذه اللي خالين بيها التيم بليت والبرايمرات والقواعد النيتروجينيه, نخلي صبغه معينه. هذه الصبغه جهاز البي سي ار كل ما يضاعف الدي ان اي يرتبط بهذه الصبغه, ولما يرتبط بهذه الصبغه يعطي تالق فلوريسنس. فجهاز البي سي ار يقيس التالق, بكل دوره يزداد التالق. ليش يزداد التالق؟ لان تزداد كميه الدي ان اي المضاعفه,
بالتالي ترتبط بهذا الصبغة، الدي ان ايه المتضاعف يرتبط بالصبغة، وبالتالي يزداد التألق. فلما يزداد التألق جهاز البي سي ار اللي هو عبارة عن ايضا بيفت خصائص الانضغاف الضوئي السبكتروفوتوميتر يقرا لي الزيادة ايش قد زاد، زين، وهكذا. فبالتالي شو يعطيني؟ يعطيني فد بيك، بيك مرتفع، لانه يعني بهذا الشكل. اذا ننزل هنا راح يبدا البيك يصعد ومن ثم ينزل. ليش يصعد؟ لانه كل دوره يبدا يزداد الدي ان اي، فيعطيني اياه بشكل جراف، يعطيني اياه بشكل جراف، زين. فهذه الفكره من عنده، كل الفكره انه الريال تايم بي سي ار عباره انه بدل ما اني ارحل الدي ان اي على الجل واشوف الدي ان اي صار عندي ولا، الريال تايم بي سي ار مباشره بالشاشه راح يعرض لي اياها مالت الكمبيوتر انه اذا عندي برودكت، يعني اذا عندي صار بي سي ار امبليفيكيشن، اذا ضعف الدي ان اي راح يعطيني بيك وتنتهي المساله. زين، fluorescence is monitored during the whole PCR process. يعني على طول ال 30 40 دورة، ايش قد احنا مسيتين الجهاز؟ 30 دورة، 45 سايكل، الى هكذا. على طول هذه الفترات هو يقيس لي الامتصاص الضوئي. The higher the initial number of DNA molecule in the sample, the faster the fluorescence will increase during PCR cycle. كل ما انه الانيشال، يعني المراحل الاولى لعمليه ضعف الدي ان اي، كل ما تكون انه توليد كميه دي ان اي اكثر، كل ما يزداد عندي الامتصاصيه الضوئيه، وبالتالي يعطيني بيك قوي. هل اكو فوائد من عند هذا الريال تايم بي سي ار؟ اي اكو فوائد من عندها، انه سبيد، سرعه. الامبليفايد دي ان اي از بينج ديتكتد ات ذا سيم تايم از بي سي ار رياكشن از تيكينج بليس. يعني انه الدي ان اي المضاعف خلال الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، هو بيتضاعف وانا اقدر اقرا النتائج بدون ما احتاج تيوبا واخذ هذه التيوبا وادخلها بالاجاروز وارحل الاجاروز واشوف الاجاروز باليو في لايت، زين. راح اتجنب هذا الشيء. فالسرعه في الاول. So there is no need for separate deduction after. ما نحتاج إلى خطوات أخرى. As in the case of conventional PCR, كما هو الحال بالنسبة للـ PCR الاعتيادي اللي هو الترحيل على الأجاروز جوب. Through throughput, qPCR is considered a high throughput method, processing large number of sample in short time. يعني اتصور الآن أنا عندي 96 مريض، مثلا 96 مريض بكورونا فيروس. دول 96 مريض، لو فرضنا انه كل مريض كنا اسوي له بي سي ار واطلع التيوب وارحل التيوب واشوف، ايش قد هالعمليه مجهده ومرهقه. بينما بالريال تايم بي سي ار انت تقدر تسوي رنه واحده، يعني بالجهاز تشغل الجهاز تشغيله واحده، 96 مريض خلال نص ساعه زمان، ساعه زمان، انت تقدر تشوفهم كلهم بيهم. هل صار اكو، اذا مثلا عندهم فيروس على سبيل المثال، راسه راح يعطيك بيك، لانه راح يتحول الار ان اي الى دي ان اي، والدي ان اي يبدا يتضاعف، ولما يتضاعف يعطيك بيك على الشاشه، زين، ويصير ديتكشن بيه. فالثرو بوت، زين، سريعه. البروسيسنج معناه انه يسوي عمليه معالجه لعينات كبيره، لارج نمبر اوف سامبلز ان شورت تايم، بوقت قصير جدا. Sensitivity, الحساسية. The qPCR is able to detect down to just a few molecules of initial DNA. على سبيل المثال بالنسبة للconventional PCR حتى أشوف الباندات كون ألود الـ DNA وين على الأجاروز. كل ما لود الـ DNA أكثر بالأجاروز كل ما أشوف الـ DNA بشكل واضح. ولكن إذا كانت عندي نسبة الـ DNA المضاعفة جدا قليلة، لأنه إذا الـ template اللي مستخدمه مادة الـ DNA كميته قليلة، البرودكت يطلع لي همات كميته قليلة. فعلى سبيل المثال انه شخص مصاب بفيروس كورونا، على سبيل المثال، شلون انا اشوفه اذا هو استوى مصاب؟ اذا كانت الاصابة بالبداية حتى لو كمية الفيروسات المأخوذة من الفم قليلة جدا، لكونه هو جدا سنسيتيف، لانه مجرد انه الشريط واحد يتضاعف ويرتبط بهذه الداي اللي احنا مستخدميها اللي هي الفلوريسنس، زين، رأسا راح يصير ديتكشن ورأسه راح يعطيني بيك واقدر اقراه، زين، ولذلك فهو اكثر سنسيتيفيتي. بالنسبه للديس ادفانتج، في بعض الديس ادفانتج، على سبيل المثال كوست اوف اكويبمنتس، كلفه المعدات، لكونه يحتاج فلوريسنس ويحتاج
صبغة الفلوريسنس لكونه يحتاجها، هذه عادة تكون جدا اكسبنسيف، يعني سعرها حوالي 5 أضعاف سعر الكونفنشنال بي سي ار سايكل، ولذلك الكلفة جدا عالية. Cost of chemicals and consumables، يعني تكلفة المواد الكيميائية المستخدمة، تكلفة المعدات المستهلكة، disposable tubes، بايبتات، مواد أخرى، هذه يسموها consumables، لكونه الـ PCR كلش sensitive، لذلك يحتاج high quality من reaction mixture، يعني هذا المكستشر اللي هو القواعد النيتروجينية اللي موجودة، أضف إلى البوليمريز اللي مستخدم، وجود الريفرس ترانسكريبتيز، وجود القواعد النيتروجينية، وجود الصبغة اللي موجودة للفلوريسنس، هذني عادة يحتاج لهن إنتاج بشكل نظيف جدا، والشركة نقاوة جدا عالية، هذه النقاوة العالية معناها فلوس أكثر، ولذلك سعر المواد الكيميائية يكون جدا غالي. This is why ready-to-use reaction mixture are usually purchased. اللي هو الماستر ميكس. طبعا المشكلة شنو؟ لو بعض الكتات القديمة كانوا شو يسوون؟ يجيبون البوليمريز دي ان اي بوليمريز بتيوبا، يجيبون مثلا القواعد النيتروجينية بتيوبا ثانية، يجيبون الصبغة بتيوبا ثالثة، يجيبون البفر بتيوبا رابعة، يجيبون الماء، يجيبون البرايمرات، كله بتيوبا على كتر، وهذا الباحث يخبط، ياخذ منها 1 مايكرو لتر، منها 2 مايكرو لتر، منها 3 مايكرو لتر. هذه العملية جدا مجهدة، انه تاخذ كل خليط حتى تسوي لك تيوبا واحدة، تمزجهم ذن كلهم بين بتيوبا واحدة حتى تسوي البي سي ار تيوبس. عملية الاخذ بالبايبتات عملية جدا مرهقة وعملية جدا صعبة، وبعض الاحيان الباحث ينسى اخذت مايكرو لتر، لو اخذت 2 مايكرو لتر، لو اخذت 3 مايكرو لتر ينسى. طبعا وهذه الخطوات كثيرة، وخصوصا اذا عندك عينات هواية، واحنا شفناها بالدراسة مالتنا، عملية جدا مرهقة، لذلك نستخدم ماستر ميكس. الماستر ميكس شنو؟ الشركة هي خابطة سوية، جابت لك البرايمرات، جابت لك عفوا القواعد النيتروجينية، انزيمات، البفرات، الصبغة، وخلت لك اياها بتيوبة واحدة، وانت مجرد تاخذ الكمية اللي تعجبك. هذا الماستر ماكس يكون عادة جدا غالي. لودينج تايم، من المواد الأخرى انه اللودينج تايم، على الرغم من انه اكو بي سي ار، الا انه البليت الواحد يتألف من 96 عينة، فأنت تصور 96 عينة تخلي لها ماستر ميكس، وتخلي لها تيم بليت دي ان اي، وتخلي لها برايمرات، برايمر فورورد وبرايمر ريفرس، وكل تيوبة طبعا هي تضيفها 96 تيوبة تخليهم بإيدك بالبايبيت، فهذا عمل يسموه تيديوس بروسس، معناه عمل جدا مرهق زين، ولذلك اللودينج تايم يعني هذا وقت التلويد نسميه، وقت التلويد، وقت ياخذ طويل، اصلا انت وقاعد تشتغل بالبايبت رقبتك تنكسر زين، يلا تخلص هذا، فالعمل جدا مرهق، يحتاج وقت كبير جدا، و فهذا ايضا من السلبيات. بعد inhibition of PCR reaction due to the complex nature، طبعا لكونه العينات البيولوجيه اللي ماخوذه معقده، بعض الاحيان تاخذ دي ان اي من النسيج، بعض الاحيان دي ان اي تاخذه من الفم مباشره، بعض الاحيان دي ان اي تعزله من الدم، بعض الاحيان دي ان اي تعزله من خلايا بكتيريه وهكذا. لكونه هذه عمليات البيولوجيكال سامبلز حتى تنقي والى اخره، لكونه هذا العمليه جدا عفوا لكونه الريال تايم بي سي ار جدا تقنيه حساسه، بعض الاحيان اثناء عمليه تنقيه مثلا الدي ان اي من السامبل تحصل على بعض الملوثات، مثلا تركيز كيميائي معين، مثلا بروتين يجيك صفح من اثناء عمليه العزل الى اخره، ماده كيميائيه اثناء عمليه عزل الدي ان اي، هذه ملوثات، ابسط ملوث يكون موجود بالتيوبا راح يسبب لي مشاكل، راح يسوي انهبيشن، وبالتالي ما راح يضعف الدي ان اي، وبالتالي البي سي ار ما راح يقرا، ما راح يقرا اي نتيجه. داتا اناليسيس، تحليل الداتا، لكونه الكيو بي سي ار يحوى على 96 سامبل، وكل سامبل طبعا خصوصا اذا الجين اكسبريشن تريد تقرا انه يا جين صعد يا جين نزل لما مثلا سوت فلان تجربه معينه، فعمليه تحليل الداتا ايضا عمليه جدا معقده، خصوصا اذا كانت عندك سامبلات كثيره. زين طيب وين انا استخدم البي سي ار؟ زين where is qPCR being used؟ وين أنا أقدر أستخدم هذا الـ qPCR؟
The most evident is the use of qPCR in molecular diagnostic, where it is slowly replacing conventional methods. يعني ال qPCR الآن أصبح الوسيلة المهمة في مجال التشخيص. زين، في مجال التشخيص خصوصاً الفيروسات أو خصوصاً الخلل الجيني المعين. وهو استبدل لي طريقة ال PCR الاعتيادية اللي نستخدمها. It is used to detect, هو يستخدم حتى يعني يشخص identify and quantify. زين، يشخص وجود أو يقدر لي كمية المايكرو أورجانيزمز that cause disease. بعض الأحيان عندك بكتيريا معينة، بكتيريا مثلا بكتيريا خطرة جدا، بكتيريا السحايا، بكتيريا السل إلى آخره. زين، فيروسات، فنجاي، بالتالي أنا أقدر أشخصهم بني وأقدر أقدر حتى الكمية مات كمية الدي إن إيه اللي موجودة. With the qPCR, manual labor is reduced and along that concerns over contamination and erroneous results. It is also allow for large amount of samples to be processing less time. طبعا هاي المعلومات ايضا معادة، يعني على سبيل المثال يقول لك انه تقدر انت تستخدمها بشكل سريع، تقدر انه تسوي عملية تستخدم اكثر من سامبل في وقت قليل. على سبيل المثال تقدر تستخدم 384 سامبل بالجهاز الخلوي. في بعض انواعها بالرنة الواحدة يخلون 1536 رياكشن. زين، and has thus proven to be irreplaceable method. انه اثبت بانه هو تقنية لا يمكن الاستغناء عنها في عمليات تشخيص المختبرين. It has to be noted thought that the method detects only the presence of DNA or RNA or microorganisms and doesn't report its viability. Consequently, conventional اللي يقول لك يا انه يقول لك هذا يشخص لك فقط الدي ان اي. يعني البي سي ار لما اجي واقول يابا انه هذا السامبل، شنو السامبل يسوي؟ شنو العفو هذا الجهاز يسوي؟ الجهاز اللي يسوي لك اياه هو فقط يضاعف لك كميه الدي ان اي، بالتالي هو ما يثبت وجود البكتيريا. طبعا هذا فد شيء خلافي، لانه انت تقول اوكي كم من جت مثلا البكتيريا. مع ذلك التجارب اللي نسويها انه احنا اوكي نقول هذا السامبل بي دي ان اي ما بي دي ان اي، بس ما نقدر نقول هذا السامبل مثلا بي دي ان اي البكتيريا الفلانيه، يعني قد يكون تلوث. consequently بالمقابل conventional microbiological techniques are sometimes still required alongside qPCR. يعني بعض الأحيان الconventional التقليدي، الطرق التقليدية، تقنيات الميكروبيولوجي التقليدية اللي هي مثلا الPCR العادي على سبيل المثال، أو مثلا زرع الكائن المجهري على الطبقة، نسميها conventional يعني طرق كلاسيكية تقليدية. بعض الأحيان أنا همت أحتاجها بالشغل مالتي، وهي أيضا لا يمكن الاستغناء عنها. بعض التجارب على سبيل المثال الطفرات اللي هن نسميها سنبات سينجل نيوكليوتايد بوليمورفيزمز، هذا شنو السينجل نيوكليوتايد بوليمورفيزمز؟ على سبيل المثال انه انسان مثل ما تعرفون انت كل انسان عنده جين معين لانتاج بروتين معين، وهذا الجين محمول على قطعه كروموسوم. ولكونه احنا وارثين نصف عدد الكروموسوم من الاب نصف عدد الكروموسوم من الام، بالتالي انه احنا بهاي الحاله نرث نسختين من كل جين. واحد من الجينات يكون سائد يعني يصير له اكسبريشن، واحد من الجينات يكون غير سائد يسموه دورمنت يعني زين مثبط. فبالتالي بعض الاحيان تصير اكو طفرات معينه بواحد من الجينات. تقنيه الكيو بي سي ار ما تقدر تميز لي هذه الطفره، هل الجين بي طفره واحده لو بي طفرتين مثلا على سبيل المثال، هذا ما تميز لك يعني. ليش؟ لانه الكيو بي سي ار فقط يكثر، فبالتالي تحتاج الكونفنشنال بي سي ار حتى تكثر الدي ان اي، وبعدين تحتاج انزيمات قاطعه والى اخره. فاليرد اقوله انه الكيو بي سي ار على الرغم انه هو وسيله جدا مهمه، الا انه بعض الاحيان احتاج وسائل كلاسيكيه تقليديه ايضا. طيب ننتقل الى الكونفنشنال بي سي ار ونشوف شنو اللي مذكور به. الكونفنشنال بي سي ار، all this amplification cycles sounds very sophisticated but are actually carried out automatically by combination of temperature change and thermostable DNA polymerase which replicates DNA. على الرغم من انه هذه العمليه تبدو انه جدا معقده،
ولكن بالحقيقة هي عملية أوتوماتيكية، يعني أنت مجرد تخلط المواد وتعيف الجهاز هو يكثر لك إياها، يكثر لك قطعة الدي إن إيه. In order to prevent the random uncontrolled replication of all or unwanted part of DNA sample, a set of primers are introduced in the reaction of mixture, a forward primer that marks the beginning and reverse primer that marks the end of section of amplification or amplicon, sorry. By careful designing of the path primers, we can instruct the DNA polymerase exactly which part of the DNA should be amplified. These short sections of DNA are usually a few hundred base pairs long in conventional PCR and only a few 10 base pair in qPCR. اللي يصير شنو؟ انه qPCR عادة حتى انا اقول له يابا اشتغل يابا العفو PCR الاعتيادي، PCR الاعتيادي حتى اقول له يابا اوكي كثر لي انت هذه قطعه الدي ان اي، شلون اكثرها؟ لازم اعطيه برايمر لانه احنا نعرف انه قطعه الكروموسوم تحوي على الاف الجينات، وكل جين قد يصل طوله في بعض الاحيان الى مثلا جين واحد، انا اعرف مثلا على سبيل المثال براكا 1 طوله 288 الف او كذا شيء حسب ما اتذكر، ربما اكثر ربما اقل، 288 الف قاعده نيتروجينية. فبالتالي انا اذا اريد اكثر فقط منطقه معينه طولها ربما هاي منطقه من الدي ان اي طولها 100 بيس بير، شلون اقدر اميز من هذه الملايين القواعد النيتروجينية؟ كل ما في الامر انه انا اصمم برايمر امامي برايمر خلفي وامس جوي الدي ان اي التمبليت القالب واقول للبوليمراز يا كثر لي اياه. اللي يصير شنو؟ انه الدي ان اي برايمر الامامي والخلفي هو اللي راح يحدد لي يا منطقه انا راح اكثرها. طيب تمبرتشر سايكلينج اون ذا اذر، اللي يصير مثل ما تعرفوا انه عاده البي سي ار هو عباره عن ستيوبد ماشين. ليش؟ لانه هو مجرد يوفر لك درجة حرارة، هو يسموه ثيرمال سايكلر، بمعنى انه يعني سايكلر دوار ثيرمال حراري، فمجرد انه جهاز يرفع يخفض درجة الحرارة. يابا تسوي لي ثلاث دورات، واحدة الدورة الأولى 95، الدورة الثانية 50، الدورة الثالثة 72 سيليزي، كل دورة أريد من عندك هل قد وقت، العفو كل 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 ستيب أريد من عندك هل قد وقت، وأريد 30 دورة تعيد لي يعني. هذا يظل يعيد ويصقل الجهاز. فاللي يصير شنو؟ إنه ترتفع درجة الحرارة يصير ديناتشوريشن، تنخفض درجة الحرارة يرتبط البرايمر، ترتفع شوية درجة الحرارة بعد أكثر البوليمريز يبدي يشتغل زين ويطول الدي إن إيه إلى النهاية زين يسوي إكسبوننشال، ثم بعد ذلك ترتفع درجة الحرارة وهكذا. ولكوننا احنا عندنا قواعد نيتروجينيه زين، فالقواعد النيتروجينيه اللي احنا مازجيها ايضا بالبي سي ار اللي هي النيوكليوتيدات ايضا راح تستخدم في عمليه السايكلينج. فبالبدايه بدرجه حراره 95 دبل ستراند راح ينفتح، راح يصير سنجل ستراند، ثم بعد ذلك السنجل ستراند زين راح يرتبط بالبرايمرات زين become exposed to the DNA polymerase but the DNA polymerase required a double strand DNA where it can start adding nucleotide. DNA polymerase ما يقدر يبني إلا أكو شنو؟ أكو فد بداية مكونة من double strand يعني شريطين من الضعفات، فلذلك نحتاج برايمرات. Here is what's the primer coming where it's gonna start adding nucleotide. يبدي يضيف النيوكليوتيدات. The temperature is now lowered and the primer and neo إلى آخر هذا الكلام اللي ذكرناه. بالتالي بعد 30 إلى 45 سايكل زين راح تزداد عندي كمية الـ DNA على الأقل ضعف أضعاف أضعاف على الأقل. فبالتالي أنه هنا هذا الجهاز هو مجرد thermal cycler cycling of temperature زين cycling of temperature. بالنهاية المحاضرة حقيقة هي محاضرة معادة ومحاضرة بسيطة، وحبيت أورد لكم إياها وأبين لكم الفرق ما بين الريال تايم وما بين الكونفنشنال بي سي آر. وأهم نقطة تميز لي عليها إنه الريال تايم بي سي آر أقدر أسوي بي ديتكشن للآر إن إيه. بالنهاية أسألكم الدعاء لي ولوالدي، وإذا كان أكو هناك أي سؤال feel free to ask. في أمان الله.